الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. ده وقت التحدي، هنا مكان للسعادة، هنا مكان للتفاؤل، مكان لبلدي نقول هو ده اللي احنا محتاجينه. أهلا بيكم، حلقة جديدة، لقاءات جديدة جوه مصر وبره مصر. بندور على حاجة واحدة بس، محتاجين ايه نعمله دلوقتي؟ محتاجين حاجات كتيرة، محتاجين أخبار مفرحة، محتاجين خطط، محتاجين تغيير من تحت لفوق. كلنا نشتغل، كلنا أمل، عندنا تاريخ، عندنا جغرافيا، عندنا واقع، هيبقى كله حب، كله أمل، كله تفاؤل. أبدأ معاكم بشكل جديد، نبدأ معاكم بأخبار سريعة. بالأمس حضرت مناسبة حلوة جميلة، 20 قرية خالية من فيروس سي، 20 قرية بنشوفها جميلة حلوة، مفيهاش مرض، مفيهاش زعل، مفيهاش حزن. وبطل هذه المنظومة الأستاذ الدكتور جمال شيحة، النائب مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي. دكتور جمال أهلا بيك، ونسعد ونتكلم إزاي 20 قرية عملناها في سنة أو سنتين، ونفسنا يبقوا 1000 و2000 إن شاء الله. نبدأ بالتليفون مع الدكتور الأستاذ دكتور جمال شيحة. ألو دكتور جمال شيحة، بنتكلم على 20 قرية، مجهود كبير. كلنا بنشوف إنه في العام الماضي 1,000,000 اتعالج من فيروس سي. تقرير منظمة الصحة العالمية بيشيد بهذه التجربة كأول تجربة في العالم. أستاذ دكتور جمال شيحة أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ طارق، أهلا بيك. أهلا بيك، بنبدأ بيك. أول خبر كله تفاؤل، كله أمل، كله علم، كله حلم. احكي لنا ازاي 20 قرية خالية من فيروس سي. الحقيقة في مؤسسة الكبد المصري احنا امبارح احتفلنا ب20 سنة على تأسيس جمعية رعاية مرضى الكبد اللي هي مؤسسة الكبد المصري، بقالنا 20 سنة بنشتغل، واصبح لها 20 فرع على مستوى الجمهورية، ومبارح احتفلنا بالقرية رقم 20 اللي أصبحت خالية تماما من فيروسات الكبد سي وبي، في مشروع كبير اسمه قرية خالية من فيروس سي، وفي قرى أخرى جاري العمل بها، وكل أسبوع وكل شهر بيبقى في قرى أخرى إن شاء الله تصبح خالية تماما من فيروس سي. كان في مدينة برضو من الدقهلية كانت امبارح برضو تم الاحتفال بها، مدينة كاملة، اعلان اول مدينة في مصر ويمكن في العالم يا استاذ طارق، مدينة في العالم كاملة. كله مفيش حد بيشتغل في مجتمع باكمله زي قرية او مدينة، الاسلوب ده مش موجود ومش مطبق في العالم. مدينة الكردي في الدقهلية، المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة خيرية داخل القرية يرعاها النائب الأستاذ محمود نبيه، فبالتعاون معاه استطعنا أنه يبقى المدينة بالكامل خالية تماما من فيروسات الكبد. كشفتوا حوالي يا دكتور، كشفتوا حوالي كام في 20 قرية وفي المدينة اللي هي خالية من فيروس سي، وعالجتوا كام واحد؟ أنا عاوز أرقام يعني. القرى اتفحص أكتر من 70 أو 72 ألف مواطن اتفحصوا، واتعالج أكتر من 8,000 حالة من حالات فيروس سي، ونسبة الشفاء 100%، لأنه نسبة الشفاء 97%، وفي 3% بيحتاجوا إلى كورس آخر وبيشفوا أيضا تماما، فأقدر أقول إن نسبة الشفاء 100%. ببارك لحضرتك، واتمنى في العام القادم نحضر معاك ويكون 200 قرية على مستوى مصر. على مستوى مصر، هل ده رقم كبير؟ هل ده رقم بعيد ولا ممكن نعمله في خلال سنة؟ لا مش كبير، احنا كان كل املنا ان احنا نعمل قرية واحدة ستار، لان القرية بتتكلف عدة ملايين. انا عارف، فكان كل املنا قرية واحدة، لكن حماس الناس ومشاركة المجتمعية من القرى ومن القادرين، بنشتغل النهاردة في 46 قرية انتهى منهم 20 اللي احتفلنا بيهم امبارح. 46 ما شاء الله. وفي 46 قرية ما زال العمل جاري فيهم، ولو توفرت التبرعات والتدفقات المالية للعمل ممكن يبقوا 1,000 قرية لو استطعنا
ان احنا نوفر التبرعات والامكانيات الماديه، لانه الانفراستراكشر موجود، البنيه الاساسيه موجوده، والخبره موجوده، والخبره اظن زادت، وعندكم كوادر احسن واكبر، وفي شعبيه في جماهيريه. زي ما قلت لحضرتك 20 فرع على مستوى الجمهوريه، في اسوان، سوهاج، اسيوط، بني سويف، الصف، طنطا، منوف، الزقازيق، كفر صقر، 20 فرع على مستوى الجمهوريه. اتمنى بقى اعضاء مجلس النواب اللي هم ساعه الانتخابات بيصرفوا 3 و5 و4 مليون، لو كل واحد يعني عمل جزء صغير وخد قريه، لا نبقى 500 قريه، نبقى 700، نبقى 4000 قريه. والله والله انا لازم اللي خلص معانا المدينه كان احد النواب، احنا بنتكلم على بقيه النواب يعني زمايلك يا سياده النائب، يعني في احنا في الصف عاملين فرع بيخدم الصف وجنوب الجيزه مع سياده النائب سعد الجمال، صديق واللواء تدرس في اسيوط عاملين معاه شغل، وبني سويف الدكتور عبد الرحمن البرعي نائب ايضا وكيل لجنه التعليم. الحقيقه في مجموعه من النواب لهم اسهام كبير في ال 20 قريه اللي تموا، ولكن زي ما حضرتك قلت لو عملناها ان كل نائب يتكفل بقريه معانا، قريه واحده مع رجال الاعمال اللي عندنا، 500 قريه ان شاء الله. ان شاء الله فعلا. انا عارف امكانياتكم كبيره، عارف امالكم كبير، واحنا يعني بنقول دي حاجه حلوه، هو ده اللي احنا عايزينه. بحيي وبشكر الاستاذ الدكتور جمال شيحه، بشكر السيد محافظ الدقهليه الاستاذ الدكتور احمد شعراوي، كان معانا بالامس. هيبقى في تعاون ما بين البرنامج بين محافظه الدقهليه، ودي حاجه حلوه، ده رقم جميل. نفسي يبقى 200، نفسي يبقى 2000، نفسي يبقى 4465 قريه اللي هم اكثر فقرا ما فيهمش فيروس سي. بشكر الاستاذ الدكتور جمال شيحه. الخبر الثاني اللي عندنا ونقول هو ده تدشين حمله شعبيه في مدينه ايو في الصين بقيادة اللواء أحمد زغلول لاستخدام مليون سائح صيني. الحملة دي كان بدأها السيد الرئيس من حوالي عامين، في ثمارها والصور هي موجودة برعاية الدكتور أظن هاني، أهو معاه الدكتور هاني أهو من هناك، هاني الشرقاوي، وعمل هناك مع عمدة إيو، وأعتقد إن حفيد موتس تونج هيجي بعد العيد الصغير إن شاء الله. دي حملة شعبية بدأت بالأمس في مدينة ايو في الصين، بنقدم لكم كل الجديد في انحاء العالم، بنقدم هو ده الخبر الحلو الجميل. الخبر الثالث اللي عندنا، مشروع بدأ منذ عدة شهور، شركة خاصة، شركة ارما او ارما، بتعمل ايه؟ بتزرع 6 كيلو متر في مدينة العاشر. 6 كيلو متر، ده ايه الجمال ده؟ هو ده معايا الاستاذ سيد بسيوني من مستثمري مدينة العاشر من رمضان. استاذ سيد اهلا بيك. اهلا بك يا طارق بيه، كل سنه وحضرتك طيب. السيد بسيوني مدير عام دعم اعمال مجموعه ارما، تمام، والسعيد للاستثمار. اهلا بيك وبشكركم على الصوره الحلوه الجميله، وهو ده 6 كيلو متر بالظبط يا طارق بيه. هو طبعا القياده العليا المهندس محفوظ علي سعيد رئيس مجلس الاداره جه قال ان الله جميل يحب الجمال، لابد من نجعل مدينه العاشر مدينه جميله. فبالفعل بدأ المشروع في طريق خالد بن الوليد، بدأ من بداية طريق العاشر من رمضان، كانت أرض صحراء جرداء، ومع ذلك قام بالتوجه لكل فريق العمل والعاملين، وبالفعل قمنا بعمل الزراعة منذ عدة سنوات، وبدأنا بالفعل شغالين لغاية النهاردة بنستكمل الستة كيلو المتبقيين. وكان اول شجره وضعها المهندس محفوظ والمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في الوقت ده من الجمهوريه الحالي. وبالفعل اشركنا جميع بعض العاملين ان هم يبضعوا شجره عشان ابنائهم واولادهم، وعشان يحبوا البلد ويقولوا فعلا العاشر. المشروع هيخلص امتى يا استاذ سيد؟ هيخلص امتى المشروع؟ والله يا فندم الجمال ما بيخلص، احنا لا احنا الطريق ده عاوزينه، ده يبدا، ده احنا بنتكلم على صحه جمال عاوزينها في مصر. لسه هقول كل شركه، كل مدينه صناعيه، كل مدينه سكنيه فيها منشاه فيها شركه، وانا عارف المهندس محفوظ بيحب مصر وراجل يمني بس مصري دلوقتي، بقدم له كل التحيه. هو ده، وهاجي نجيب الكاميرا ونعيش في ختام المشروع العظيم الجميل ده اللي بيحافظ على البيئه ويعمل هنقول ايه زراعه صحراء وكل حاجه حلوه. احنا عاوزين مصر تبقى زي الطريق ده.
بالظبط يا فندم. هو كمان الجودة مش في المصانع وبس، ولا الجودة في المنتج وبس، الجودة في مختلف مناحي الحياة، في مجموعة العاملين، في الطابور التسليم والتسلم، في الزراعة، في الشكل، في جودة المنتجات نفسها. هو من سنة، من أكثر من 25 سنة بالفعل شعار الشركة والمجموعة الجودة أولا، فهو طبقها سيادته في كل مناحي العمل وفي مناحي الحياة، بدءا من المنتج إلى زراعة الطرق، إلى زراعة المصانع، حتى نحيا وحتى العمال يحيوا. ودايما التوجهات إن حبوا بلدكم، ازرعوها، خضروها، عشانكم وعشان أبنائكم. هو ذا، بشكر الأستاذ سيد دسيوني من جمعية مستثمري العاشر، وبقدم هذه الصورة الجميلة، بقدم كلمة شكر للناس الطيبة. هم مش مصريين، مش مسلمين، مش في مصر، في كندا. أمس الأول قال يا جماعة في بعد عدة أيام ناس مسلمين هيصوموا. ده مين ده؟ ده نائب في البرلمان الكندي، بقدم له تحية. هو ده Mr. Speaker. Next week there will be hundreds of thousands of Canadians who will be celebrating Ramadan, of course across the world hundreds of millions. I want to take this opportunity to wish all of those who are celebrating Ramadan Ramadan Mubarak. Last year I had the opportunity to fast for the entire period of Ramadan. It's something I'm going to do again in support of a charity called Give 30. And that is to take the money that you save from fasting every day to give to those that are more needy, and particularly food banks. When I fasted, it was an incredible experience to feel what it was like to be hungry. And of course, I got relief at the end of the day. But for many children, unfortunately, in Canada and around the world, that relief never comes. They have to make it through a day and try to learn and try to prepare for their future without the aid of food. This charity gives an opportunity to reflect upon that and use the power of Ramadan to help others. Thank you. ده في البرلمان الكندي، بقدم له كل تحية من هنا من مصر. وشوف الراجل قال فيه كنا هناكل ونشرب، انا هصوم معاهم زي المسلمين، الفلوس دي نتبرع بيها للمحتاجين. شفت الحب في العالم عامل ازاي؟ شفت العالم لما يبقى ايد واحدة، لما يبقى احساس جميل، مش احسن من الاسلحة وكميات الاسلحة اللي بتم شراءها دلوقتي؟ شيء مخزي، شيء مؤسف اللي احنا واقفين في وش بعض. ده مش مسلم، بس هو ده اللي احنا عايزينه. الخبر الاخير، محاسبة مسؤول في السويد. شوف الخبر معايا، وزيرة دخلت بنزيمة وخدت مش عارف بنزين بستين يورو، حاسبوها، حكموها، تم اقالتها عشان خدت فلوس الدولة، مالت بنزين بستين، ستين يورو بقينا، ستين دولار. معقولة يا جماعة؟ لو احنا طبقنا ده عندنا في مصر هنشيل كم واحد؟ كتير، مش هنتكلم. عايز اتكلم على الخبر الاخير، كان المفروض ابدا بيه، لكن ازاله الالاف من التعديات في كل حته في مصر. ليه القرار ده اتاخر؟ وليه المسؤولين محتاجين توجيهات من رئيس الدوله؟ واتمنى انه ده يستمر بشكل طول السنه، واتمنى ايضا انه لا يتم او ما حدش يجي ناحيه الغلابه. عرفت وناس كلمتني من قرية تونس اللي كنت فيها الأسبوع الماضي، اللي قدمناها مع ست إيفلين، اللي هناك عندهم حاجات بسيطة وبيعملوا حاجات للخزف، إن جات لهم إنذارات تعديات أمطار قليلة. لما يكون في حاجة حلوة نحافظ عليها. أرجو من محافظ الفيوم يبعت مسؤول يتفاهم مع الناس، ما تهدوش الوردة الجميلة. وأرجو من كل مسؤول ما تجيش ناحية الغلابة. وأرجو من كل مسؤول ما تجيش ناحية الإكشاك. لو مخالفة اعمل اللي انت عاوز تعمله، لكن احنا بنشيل كل التعديات، والناس بتفرح لما تشوف الاف الافدنة، لكن الناس الصغيرة البسيطة حافظوا عليهم.